للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، هل لك أن تصف لنا المشهد لديك وآخر تطورات الأوضاع؟ نعم، أهلا بك ريهام وبكل السادة المشاهدين. يعني الجديد لدينا هنا فيما يتعلق باستقبال الوافدين السودانيين هو ازدياد هذه الأعداد التي وصلت إلى 210 ألف وافد من السودان طبقا للبيانات والسجلات الموجودة داخل معبر قسطل البري. 200 ألف سوداني و10 آلاف من الرعايا الأجانب والجنسيات الأخرى عبر معبري قسطل وأرقين، وهذه يعني هذه الأرقام ستكون في تزايد خلال الفترة القادمة نظرا لكثرة الحافلات التي نراها هنا في ميناء أبو سمبل النهري والقادمة من معبر قسطل عبر العبارتين التابعتين لمحافظة أسوان أو حتى العبارتين التابعتين للقوات المسلحة المصرية. هذه العبارات تعمل على نقل السودانيين من خلال هذا المعبر بعد أن يتم تقديم لهم كل الخدمات الصحية والغذائية وكل الخدمات اللوجستية الموجودة في معبر قسطل أو حتى هنا في ميناء أبو سمبل النهري بمجرد وصولهم أو حتى في موقف كركر الدولي. نتحدث أيضا عن نقطة أخرى، أن منظمة الصحة العالمية في مصر لا زالت تتواجد حتى الآن ولا زالت تقدم الجديد من الخدمات والمبادرات، وكنا قد تحدثنا عن بعض هذه الخدمات في الخدمات الإخبارية السابقة، لكن الجديد في هذه الخدمة الإخبارية هو يعني زيارة الاتحاد العالمي للأمراض الغير معدية لمستشفيات جامعة أسوان ولقائه بوفد من مستشفيات جامعة أسوان والحديث أو الاتفاق على انطلاق المبادرة الأولى في التعاون بين منظمة الصحة العالمية ومستشفيات جامعة أسوان، وهي مبادرة وادي النيل. هذه المبادرة لتوقيع الكشف أو تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأمراض المزمنة من السودانيين القادمين عبر معبري قسطل وأرقين وتقديم هذه الخدمات لهم في مستشفيات جامعة أسوان، وهذا بروتوكول أيضا يأتي ضمن بروتوكول التعاون المعتمد التدريبي لتدريب عدد من شباب الأطباء وهيئة التمريض داخل مستشفيات جامعة أسوان. فلا زالت منظمة الصحة العالمية تقدم هذه الخدمات بالإضافة بالطبع إلى وجود عدد كبير من المنظمات التي تسهل السلطات المصرية عملهم داخل معبري قسطل وأرقين وفي محافظة أسوان في مدينة أسوان. نتحدث أيضا عن منظمة اليونيسيف التي كانت قد يعني تبرعت بإثنين كرفان لاستخدامهم كدورات مياه داخل معبر قسطل، بالإضافة أيضا إلى وجود المنظمة ذاتها في موقف كركر الدولي بوجود ممثل لها ومكتب خاص لها في موقف كركر الدولي لتقديم كل الخدمات الصحية واللوجستية التي يحتاج إليها الوافدين السودانيين بمجرد وصولهم إلى موقف كركر الدولي. فنتحدث على أن كل هذه النقاط التي تمر بها رحلات الوافدين السودانيين بها كل الخدمات التي يحصلون عليها سواء هنا في مدينة أبو سمبل، من خلال أيضا لاحظنا وجود يعني سيارات جمعية الهلال الأحمر المصري سواء السيارات الخاصة أو حتى سيارات الإسعاف التي تقدم كل خدماتها داخل مدينة أبو سمبل. لاحظنا أيضا اليوم مرور عدد كبير من الشاحنات الثقيلة المحملة بعدد كبير من الأطنان ومن المواد الغذائية المتجهة إلى السودان وإلى معبري قسطل وأرقين لتقديم كل أنواع الدعم المختلف للوافدين السودانيين. لا، قادمة أيضا هذه أو هذا الدعم قادم من محافظة أسوان، بالإضافة بالطبع إلى تواجد عدد كبير من الحافلات التي تنقل السودانيين بمجرد وصولهم هنا في مدينة أبو سمبل وصولا إلى محطة سكك حديد أسوان أو حتى موقف أسوان موقف كركر الدولي أو حتى ذهابا إلى العاصمة المصرية القاهرة. فنتحدث عن زيادة في أعداد الوافدين، نتحدث عن تواجد كل الخدمات مع تنوعها وازديادها في كل المناطق التي يتواجد بها السودانيين على مستوى محافظة أسوان. أشكرك جزيل الشكر محمود جميل، كنت معنا من أبو سمبل، شكرا جزيلا لك على هذه التغطية.